السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام، يا رب تكونون بخير. وأهلا وسهلا بكم بالبارت الثاني من الملزمة الأولى، واللي راح ناخذ بيها المصل أو the anterior abdominal wall، العضلات اللي حتكون جدار البطن الأمامي. وأيضا حناخذ الفيش اللي راح أتغلفها، ناخذ النيرف سبلاي مالته والبلاد فيسلز artery and veins. البارت الأول تذكرون خذنا الابدومينال بلينز وقسمنا الانتيرير ابدومينال وول into 9 region، إلى 9 مناطق. أوكي، سميناهن in the midline from above to below. عندنا الابيغاستريك جواها امبوليكس، جواها هايبوغاستريك. لطيف. in the bilateral يعني من الرايت ومن الليفت، شان عندنا الرايت اند ليفت هايبوكوندريك، منطقة تحت الأضلاع. لطيف. جواها شان عندنا اللامبر ريجن، جواها اليك اور اني واينل اور جروين ريجن. لطيف. اذا ذني 9 مناطق الانتيريور ابدومينال وول. زين، هسه حنبدي نعدد العضلات اللي راح يكون انتيرو ابدومينال وول. صراحه هن يكون الانتيرو لاترال ابدومينال وول، عباره عن 3 muscles، 3 عضلات، نسميهن ال 3 انتيرو لاترال ابدومينال وول. اوكي، يعني الانتيرير من قدام، وايضا من اللاترال من الباي لاترال من الجانبين. تفهم علي؟ راح نعددهن from superficial to deep، يعني من برا والطب دي جوا. اول شيء عندنا external oblique، اوكي هذه واحده. اثنين internal oblique، ثلاثة transversus abdominis. اوكي، واهم شيء بهن هو direction of muscle fibers، يعني اتجاه الالياف مالتهم وين راح يكون. هذا راح يفيدنا بتخيل الانجوينال كانال وبتخيل الميني ستراكشرز اللي هسه حنحكي عنها. تمام، اذا ذني ال 3 anterior lateral abdominal wall. وعندنا ايضا الركتس ابدومينس، هذه راح تكون in the midline، يعني بالبايلاترال اوف ذا ميد لاين من الجانبين. تفهم علي؟ اللي هي عضله السكس باك. زين، راح ناخذ العضلات مثل ما تعودنا كاوريجن، يعني بروكسيمال اتاتشمنت، انسرشن، ديستال اتاتشمنت، نيرف سبلاي، وايضا الفانكشن مالتها. اوكي، عندك اول عضله هي الاكسترنال اوبليك، هذه الاوريجن مالتها يبلش من الاوتر سيرفيس اوف 5 تو 12 ريبس، يعني من السطح الخارجي للضلع الخامس وصولا للضلع رقم 12. اوكي، اما الانسرشن فيكون باللينيا البا اللي هو الوايت لاين. اوكي، عباره عن كوندنسيشن فايبر اوف كونكتيف تيشو ان ذا 3 ابون يوروسيس. اوكي، مال الاكسترنال والانترنال والترانسفيرس كلهم التيميتلي بالاخير يتزن ابون يوروسيس. تمام، هاي الابون يوروسيس صار لها كوندنسيشن، تتثخن، ومن تتثخن تكون لي هذا اللينيا البا اللي هو عباره عن الوايت لاين بالميد لاين صاير. زين، نص جسمك بيوبك توبركل تعرفوه، والانتيريور هالف اوف اليك كريست، يعني النصف الامامي من الاليك كريست. تمام، النيرف سبلاي مال الاكسترنال راح يكون من التي 6 لتي 12 سباينال نيرف. تمام، تذكرون بالثوراكس قلنا انه اللور 6 ثوراسيك فيرتبري، هذه راح تطلع لي اللور 6 ثوراسيك سباينال نيرف، وذني راح يشتغلن على الابدومن، ينزلن يغذن الابدومن. زين، وبالتالي يكون الانرفيشن مالتن على سنسوري اند موتور. اوكي، يعني غذنها كاحساس جلد كوتانيوس، وايضا كموتور كحركه. تمام، الفانكشن مالتن كلهن يسوون سبورت اند كومبريشن اوف ذا ابدومينال كونتنتس، يعني سبورت راح يدعمن زين الاورجن اللي موجوده بالابدومينال كافيتي، وايضا كومبريشن اوف ذا ابدومينال كونتنت، يعني ضغط يضغطن على الاحشاء اللي موجوده بالابدومينال كافيتي، و flexion and rotation of the trunk. تعرفون شنو يعني flexion؟ flexion يعني معناته انه decrease the angle of the body part، يعني يقلل الزاويه بين اجزاء الجسم. تمام، فالترانك اللي هو الجذع نص جسمك، زين، فflexion معناته لما تنثني، شلون لما تريد تصلي تنثني فبهالشكل هذا. وايضا روتيشن للترانك، روتيشن للترانك يعني تفر الجذع مالتك يمنى ويسرى، شلون هذه التمارين الرياضيه اللي سواها الصبح بهالشكل هذا. هسه خلينا نجي نشوف الاكسترنال اوبليك حتى نبدي تترسخ المعلومات اكثر. انتبه علي، هذه هي الاكسترنال اوبليك اللاير الاولى، الاوريجن مالتها اتفقنا من الفيث. اوكي، وعندك ايضا من السكس والسفن والايت والناين والتين، زين، وال11 وايضا ال12 ريبس. تفهم علي؟ ذني كلهن بروكسيمال اتاتشمنت او اوريجن في الاكسترنال اوبليك. الانسيرتد مالتها وين اتفقنا؟ الانسيرتد مالتها حيكون باللينيا البا اللي هو هذا الوايت لاين كوندنسيشن فايبر اوف 3 بونيوروسيس. وايضا الانتيريور هالف النصف الامامي من الاليك كريست مثل ما واضح قدامك، وعندك ايضا البيوبك توبركل. اوكي، هنا بالبدايه ايش عندنا؟
بداية عندنا سان فرانسيسكو اللي هو هذا، بعد سان فرانسيسكو نوب شي يجيني البيوبك كريست اللي هو هذا، اوكي بيوبك كريست نسميه، بعد البيوبك كريست نوب يجيني بيوبك توبركل، بعد البيوبك توبركل نوب يجيني باكتينيال لاين، احفظها جدا مهمه زين. باكتينيال لاين هذا وين راح يكون؟ راح يكون على السوبيريور ريمس مال عظمه البيوبس زين. ومن بعدها نمشي 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 نمشي، شو يصير هذا؟ هياته هذا هو الباكتينيال لاين، يصير اسمه اليو باكتينيال لاين اللي هو هذا اليو باكتينيال لاين. بعد الشغله الثانيه المهمه اللي اريد انبهك عليها اللي هو الدايركشن اوف مسل فايبر، يعني اتجاه الالياف. بالنسبه للاكسترنال اوبليك فهذه الدايركشن مال الالياف مالتها راح يكون داونورد فورورد اند ميديالي، داونورد فورورد اند ميديالي، يعني داونورد نزولا فورورد نزولا للامام اند ميديالي، تنحرف باتجاه الميديال اوكي. وتسوي انسرتد في الانتيريور هاف اوف ليكي كريست زين، لينيا البا يوبك توبركل بهالشكل هذا. فاذا الدايركشن هذا مهم وجاي ام سي كيو، دايركشن اوف مسل فايبر راح يكون داونورد، يعني شلون الشخص اللي دا يريد يخلي ايده بجيبه هيك بهالشكل هذا، يخلي ايده بجيبه. فهذه بالنسبه الاكسترنال اوبليك زين. الان اذا تلاحظ وياي علمتك اني كل عضله بالدنيا لما تريد تسوي انسيرت تشدز بالاخير الديس تندن، هذا التندن يتصل بالعظمايه صحيح ويسوي انسيرت هنا. أنا هذه بالنسبه للدايم، العضلات اللي دايمتر مالتها كلش صغير. اما العضلات اللي هي وايد لايك شيت، وايد لايك شيت يعني الدايمتر مالتها كلش عريض، مثل عضلات الابدومن تشكل الانتيرو لاترال ابدومينال وول كلش عريضه، فهذه ما الديس تندن، وانما ان ستيت اوف ات راح تدز لي ابونيوروسيس. ابونيوروسيس يعني ايضا فايبرز من الكونكتيف تشو زين، لكن عريضه فنسميها ابونيوروسيس زين. هاي هسه بالنسبه للابونيوروسيس اوف اكسترنال اوبليك، هنا هاي الفايبرز العضلات دزت لي التيميتلي شنو؟ ابونيوروسيس. هذا الابونيوروسيس بالنسبه للاكسترنال اوبليك اكو بيها فت فقره كلش لطيفه، في من تنزل تدز لي ابونيوروسيس، هاي الابونيوروسيس شو راح يصير لها؟ راح يصير لها كوندنسيت يعني تتثخن، ومن تتثخن راح يصير لها فولدد باك اون اتسيلف، يعني راح تنطوي على نفسها، تفهم علي؟ يعني تنزل بهالشكل هذا الدايركشن مالتها داونورد فورورد اند ميديالي. من بعدها هذه الفايبرز ايش راح تدز لي؟ راح تدز لي ابونيوروسيس، هذه الابونيوروسيس ات ويل كوندنسيت يعني راح تتثخن، ومن تتثخن فولدد باك تنطوي على نفسها فولدد باك اون اتسيلف، وبالتالي get to form the inguinal ligament، get to form the inguinal ligament اللي حضرتك المفروض تعرفه من اللور، هذا هو الانجواينال ليجامنت. لاحظ وياي تثخنت الابونيوروس كونت لي اياه زين، وهذا الانجواينال ليجامنت يعني من سوت فولدد باك اون اتسلف زين راح توفر لي اتاتشمنت، وكونت لي هنا هذا الانجواينال ليجامنت. هذا الانجواينال ليجامنت راح يوفر لي اتاتشمنت للعضلات خواتها اللي هنا الانترنال اوبليك زين، وايضا الترانسفيرسز ابدومينس، ترانسفيرسز ابدومينس زين. ايضا راح يكون الاوريجن مالتها منين؟ من الانجواينال ليجامنت اوكي، اللي هو عباره عن الاكسترنال ابونيوروسيس، من وصلت للاخير تريد تسوي انسيرتد اتثخنت، ومن اتثخنت فولدد باك اون اتسلف، طوت على نفسها ورجعت من جديد، كونت ايش؟ كونت هذا الانجواينال ليجامنت. هذا الانجواينال هو راح يكون اوريجن للانترنال اوبليك وايضا ترانسفيرسز ابدومينس، هاي اللي ردت اني انبهك عليها. بعدها عندنا العضله الاخرى اللي هي الانترنال اوبليك، هذه انترنال الاوريجينيت مالتها حيبلش من الثوراك واللمبر فيشي، وهذا راح ناخذه بالبوستيريور ابدومينال وول، والانتيريور اليكي كريست هذا ايضا نعرفه، اللاترال تو ثيرد من الانجواينال ليجامنت، قلت لك انه اكسترنال اوبليك مسل ات ويل سند اكسترنال اوبليك ابونيوروسيس، هذه ابونيوروسيس فولدد باك اون اتسلف بعدها راح تكون الانجواينال ليجامنت. الانجواينال ليجامنت this is the provide attachment okay proximal attachment يعني originate المن تو مصر اللي هنا خوات الاكسترنال الانترنال اوبليك والترانسفيرسز ابدومينوس. الانجواينال ليجامنت provide attachment to the internal and the transverse abdominus okay، فبهالشكل هذا الانسرشن مالت حيكون بالاكسترنال سيرفيس مال الضلع العاشر و11 وايضا الضلع رقم 12 زين. اللينيا البا اوكي كوندنسيشن فايبر اوف كونكتيف تيشو، مين جايني؟ جايني من 3 ابونيوروس مال 3 انتيرو لاترال ابدومينالز. البيوبيك كريست عرفنا، بالتالي راح يكون لي تندن جدا مهم نسميه الكونجوينت تندن اوكي. الكونجوينت تندن هذا يتكون بواسطه الابونيوروسز مال التو مصل،
اللي هن الانترنال والترانسفيرسز ابدومينالز. فيري امبورتانت ام سي كيو انه هذا الكونجويد تندن منين يتكون. تقول لي يتكون باي تو ابونيوروسز اوف تو انترنال اند ترانسفيرسز ابدومينالز مصل. لما الانترنال والترانسفيرسز ابدومينالز يدزن ابونيوروسز، هذه ابونيوروسز جيت تو بي انسرتد، تمام؟ اثنينات راح يكون لي ايش؟ يكون لي الكونجوينت تندن، فيري امبورتانت، جدا مهم، تمام؟ بالشكل هذا. اما الانرفيشن في من التي 6 تي 12، وايضا راح اشارك الال 1 اللي هو الاليو هايبوغاستريك والاليو انجواينال نير، تمام؟ ذن اثنينات انترنال اوبتيك وايضا ترانسفيرسس ابدومينس، اثنينات راح ياخذن انرفيشن من الال 1 اللي هو الاليو انجواينال والاليو هايبوغاستريك، تمام؟ يعني هذا الال 1 اليو هايبوغاستريك اليو انجوانال راح ينطي انرفيشن فقط التو مصل، تمام؟ اللي هن انترنال والترانسفيرسز ابدومينس، فقط ذني راح ينطيهن انرفيشن، تفهم علي؟ وبعدين راح ناخذ ان شاء الله بالبارت الثالث او البارت الرابع راح ناخذ النيرفات كلهم اللي نحكي عنها بشكل مفصل، تفهم علي؟ التي 6 ايضا الثوراسيك فيرتبرا رقم 6 راح اطلع لي التي 6 سباينال نيرف وصولا الى التي 12 واضافته للال 1، زين؟ كل هي يسوون سبورت كومبريشن للابدومينال كونتنت، يعني دعامه وضغط، دعامه علما للاورجن كومبريشن ضغط للابدومينال كونتنت، اوكي، للاحشاء مال الابدومين. فلكشن اند روتيشن اوف ترانك، فلكشن يعني معناته تقلل الانجل، زين، كانما شلون تريد تلزم ايديك برجليك هيك فبهالشكل هذا. وروتيشن اوف ذا ترانك، فلكشن اند روتيشن اوف ترانك يعني معناته انه شلون لما تقعد الصبح وتطق ظهرك هيك يمين ويسرى، فهذه هي الفانكشن مال الانترنال، زين، الأوبليك ومصر فبهالشكل هذا. بعد شنو اللي عندنا؟ خليني نجي هسه نشوف عليها الصورة حتى نبدي نفتهم أكثر، انتبه علي. هذه الثوراكو نمبر فيش، يخاف ما تعرفوها، هذه طبعا تبلش عندك من النك، يعني من الرقبة، زين، ووصولا وين؟ وصولا للساكرة. إذا تبلش من النك للساكرة، تفهم علي؟ شوفها، هذه طبعا بروفايد اتاتشمنت، اوكي، يعني اوريجينيت لهواية عضلات بما فيها اللي يهمنا احنا، اوكي، اللي هي اللامبر فيش، هي ثوراكو، يعني موجوده بالثوراكس، زين، منطقه الثوراكس بالباك من ورا، وايضا بالمنطقه اللامبر يعني بالابدومن، منطقه الخاصره، فنسميها ثوراكو لامبر فيش، ثوراكو لامبر فيش. هذه بروفايد اتاتشمنت المن للانترنال وللترانسفيرسز ابدومينالز، تمام. تعال يا اخي نشوف الترانسفيرسز ابدومينالز والانترنال اوبليك. عندك الانترنال اوبليك، هذه اوريجينيت مالته مثل ما اتفقنا، حيبلش من الثوراكو لامبر فيشي، يعني من هنا راح يبلش من الثوراكو لامبر فيشي، لاحظوا وياي هاي بوستيريور، من هنا تطلع الدايركشن اوف مسل فايبرز مالته، عكس الاكسترنال اوبليك. الاكسترنال اوبليك قلنا انه داونورد فورورد اند ميديالي، تفهم علي؟ اما الانترنال فهي فايس فيرزا، بالعكس، يعني راح يكون الاتجاه مالته مال الالياف ابورد صعودا فورورد، اوكي، اند ميديالي، ابورد فورورد اند ميديالي، الاكسترنال داونورد فورورد اند ميديالي، تمام؟ فبهالشكل، بشكل حرف اس. اما الترانسفيرس فتجي بهالشكل هذا، بشكل مستعرض ترانسفيرس، فكانما تخيط الانتيرو لاترال ابدومينال وول خياط هيك هذه العضلات، زين، اتفقنا. هسه الاوريجينيت مالته اول شيء ثوراكو لمبر فيشيا، وايضا تاخذ اتاتشمنت من الاليك كريست، لاحظوا وياي، وايضا مثل ما اتفقنا تاخذ اتاتشمنت من الانجواينال ليجامنت اللي هو جاني من الاكسترنال ابونيوروسس مال الاكسترنال اوبليك ومصل، هاي بالنسبه للاوريجينيت مالته. اما بالنسبه للانسرتد فراح تنتهي عندي بالضلع رقم 10 و11 و12، اوكي، هذا الضلع رقم ايش قد؟ رقم 12، هذا رقم 11، وهذا عندك الضلع رقم 10، تفهم علي؟ هيجي هذا طبعا فولتد باك، من بعدها وين يرجع يسوي هيجي اتصال، باعتبار انه العاشر يعتبر من الفولس ريب، يعني هذا كونكت يتصل بالريب ابوف، بالضلع اللي فوقه، تفهم علي؟ اللي هو الضلع رقم 9، زين. فهنا عندك هذا هو الضلع رقم جد رقم 10، زين، هذا الضلع رقم 11، هذا رقم 12. فبالتالي تبلش الاوريجينيت مالته، اعيد مره لخ، من اللامبر فيشي، هذه واحد، الياكي كريست، هاي اثنين، وعندك ايضا الانيجواينات ليجامنت، انيجواينات ليجامنت، هاي الاوريجينيت. انسرتد مالته وين؟ الضلع رقم 10، ضلع رقم 11، وضلع رقم 12.
اوكي ف10 و11 و12، هذه بالنسبه للانسيرتد مالتها زين. وحتى تخلي بالك انه الانسيرتد مالتها راح يكون بالضلع رقم 11، يعني احنا اتفقنا بالنسبه للاكسترنال راح يكون الياف مالتها متصله يعني، او الدايركشن مالتها داونورد فورورد اند ميديالي، اوكي بالشكل هذا زين. يعني ما عندها انسيرتد بالاضلاع، ما تسوي انسيرشن بالاضلاع. اما بالنسبه للانترنال فالدايركشن مال المسل فايبر مالته ابورد، صعودا 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 فورورد الى الامام، ابورد فورورد اند ميديالي، اند ميديالي، لاحظ ابورد فورورد اند ميديالي. فبالتالي get to be inserted وين؟ بالضلع رقم 10 و11 و12 زين. هذا 10 هذا 11 وهذا هو 12، تفهم علي؟ فالانسيرتد مال الانترنال اوبليك بالاضلاع، اما الاكسترنال اوبليك فالاوريجن مالتها من الاضلاع، تطلع من هنا من الضلع الخامس والتنازل داونورد فورورد اند ميديالي. اما الانترنال فاريدك هيك تفكر وتستنتج انه وين دي تصير الانسيرتد، وين دي يبدي الاوريجينيت مال، هيك تفهم فهم زين. وايضا الانترنال اوبليك هذه حتسوي انسيرتد وين؟ بالبيوبك كريست، اللي هو هذا بيوبك كريست، اوكي مثل ما اخذنا، خلي نراجع حتى نحفظ، ثوراكولومبار فيشي هذه الاوريجينيت، والانتيريور اريكيكريس واللاتر توثل الانجوانا اللي قام الذني عرفناها. الانسيرشن وين؟ اكسترنال سيرفيس مال الضلع العاشر رقم 10 و11 و12، اوكي هذه بالنسبه للانسيرتد. اللينيال ايضا والبيوبك كريست، لاحظوا وياي فاي كونجوينت تندن. شنو هذا فكره الكونجوينت تندن؟ انتبه علي هنا، لما تطلع الالياف مالتها بهالشكل هذا ابورد صعودا 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 فورورد اند ميديالي، فبهالشكل هذا راح تلف 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 وتكون ايش؟ تكون لي الروف، يعني السقف مال منو؟ مال الانجوينال كانيل، مال الانجوينال كانيل. وبالتالي هاي بالنسبه للانترنال، والترانسفيرس ايضا بهالشكل هذا هم بشكل مستعرض، وبالتالي يكون لي هيك بشكل ارش، تقوس تقوس، داير مداير انجوينال كانيل. اثنيناتهم لما ينجمع عن هنا التندنات مالتهم زين، او الفايبرز مالتهم، ايش راح يكون لي؟ راح يكون لي الكونجوينت تندن، الفايبرز مال التو مسل انترنال والترانسفيرس ابدومينال، ذني تو فايبرز يتجمعن يثخنن ويكونن ايش؟ يكونن تندن. سمينا هذا التندن احبابي؟ سميناه الكونجوينت تندن، كونجوينت تندن، فيري امبورتنت، كونجوينت تندن زين. هذا مهم جدا مهم جدا زين. راح ناخذ ايضا بالانجواينال كانال، محاضره الانجواينال. هاي هسه احنا حكينا على الاوريجينيت والانسيرشن. النيرف سبلاي اتفقنا الكل من T6 الى T12، لكن عندي استثناء بالترانسفيرس والانترنال، انه راح نضيف لها الالوان اللي هو اللمبر فيرتبر رقم 1 زين. هاي راح تطلع لي تو نيرف، تو سباينال نيرف، اوكي واحد نسميه اليو هايبوغاستريك، اوكي واحد نسميه اليو انجواينال نيرف زين. الفانكشن ما تعرفناها ايضا. نجي للترانسفيرس ابدومينس، هذه الاوريجين مالتها من الانترنال سيرفس، يعني من السطح الداخلي من جو الاضلاع زين، الضلع السابع وايضا الضلع الثامن والتاسع والعاشر وال11 و12، اوكي اوف كوستال كارتج. الثوراكولمبر فيشي ايضا راح بروفايد، قلت لك راح تنطي اوريجينيت او اتاتشمنت للتو مصر، هنا انترنال اوبليك وترانسفيرس ابدومينس، اوكي هاي بالنسبه للثوراكولمبر فيشي زين. بعد عندك الإليك كريست ايضا راح ينطي اتاتشمنت، وعندك اللاترال 1/3 من الانجواينال ليجامنت زين. الديستال هذه جوينتلي وذ ذا انترنال اوبليك انتو ذا لينيا البا، هذا الانسرشن الاول بيوبك كريست، هذا الانسرشن الثاني، وبالتالي راح يكون لي ايش؟ الكونجوينت تندن، الكونجوينت تندن. اذا هسه انت عرفت الكونجوينت تندن هو وين صاير؟ صاير ابوف يعني فوق البيوبك كريست، على البيوبك كريست. هذا بالنسبه لللوكيشن مال الكونجوينت تندن. شلون يتكون الكونجوينت تندن؟ يتكون بواسطه تو مسل، انترنال اوبليك ترانسفيرس ابدومينس، الفايبرات مالتهن يتجمعن يثخن يصير كوندنسيت ويتكون الكونجوينت تندن، تفهم علي؟ زين. اذا هسه البيوبك كريست هذا حاضر في كل عضلات مال الانتيرو لاترال ابدومينال وول، اوكي هذا اريدك ايضا تخليها ببالك زين. بعد شنو اللي عندك؟ النيرف سبلاي تي 7 ايضا التي 12، يعني من تي 7 للتي 12 زين، الثامن والتاسع والعاشر والحداشر والثناعش كلهم موجودات ذني، واضافه للالوان، الالوان هذا يعني راح يكون ديستنجوش، يعني بس مجرد عضلتين ينطيهن النيرف سبلاي وخلاص، هاي هي
تدفن عليه، اما التي 6 للتي 12 فهذا اللي راح يغذن الكستيانو انترنال ترانزفس ابدومينوس وايضا الركتس ابدومينوس، فذني كل العضلات راح ينطيهن انرفيشن تي 6 الى تي 12 ونضيف الالون للانترنال والترانزفس ابدومينوس. تمام، اذا هسه بالنسبه للترانزفس اذا نريد نيجي نشوفها راح تبلش من تي 7 هياته، هذه هي الترانزفس ابدومينوس، بلش عندك من تي 7 هياته، هذا تي 7 وعندك هنا تي 8 تي 9 تي 10 زين، وهذه عندك التي 11 وجوه عندك التي 12 بهالشكل هذا، هذا الدايركشن مال المسل فايبر، يعني حيكون يبلش عندك بوسترولاترالي بهالشكل هذا بوسترولاترالي اند تو ميديالي اند تو ميديالي، وايضا من الالياكي كريست ايضا تاخذ اتاتشمنت، لاحظوا وياي من الالياكي كريست تاخذ اتاتشمنت زين، وايضا من التي 7 وايضا وصولا للتي 12، هذه شنو؟ هذه كلها اوريجينيت اوريجينيت المند الترانسفيرس ابدوميوس، الانسيرتد مالتها وين؟ الكل باللينيا البا، الكل باللينيا البا، تمام؟ الكل بالبيوبك كريست، الكل بالبيوبك كريست، لطيف جدا، زين، هنا الفايبر مال الانترنال ترانسفيرس ايش راح تكون؟ راح تكون لي كونجوينت تندن، هذا الارش التقوس بالشكل هذا، زين؟ هيك تقوس، يعني بالشكل هذا تقوس داير مداير. superficial inguinal ring يكون لي ايش؟ يكون لي conjoint tendon. وين صاير conjoint tendon؟ above فوق ال pubic crest. pubic crest very important. زين pubic crest. وايضا ما ننسى انه راح اسوي inserted وين؟ بال one third lateral one third من inguinal ligament. اوكي؟ inserted مالته بال one third lateral one third inguinal ligament. وايضا ال pubic crest. all من البيوكرس، الكل من البيوكرس، وايضا اللينيا البا، لينيا البا، الاوريجينيت مالته من الالياكي كريست، هذا واحد، الياك كريست، وعندك ايضا ثوراكولمبر هاي اثنين، وايضا من التي 7 للتي 12 هاي ثلاثه، هاي اوريجينيت ثلاثه، والانسيرت مالته حيكون بثلاث مناطق، هيك، تفهم علي؟ النيرف سبلاي مالته باعتبارها هي انترنال و عندك ايضا ترانسفيرس ابدومينوس ذني نضيف لهن ايش؟ نضيف لهن ال1 ال1 والباقيات احنا نعرفهن تي 6 تي 12 احنا مو مغمضين بس نشوف عضلات الابدومين الاربعه ذني نقول تي 6 تي 12 اوكي الشكل هذا زين وظيفتها ايضا سبورت اند كومبريشن تو ذا ابدومينال كونتنت سبورت اند كومبريشن تو ذا ابدومينال كونتنت زين هاي بالنسبة لي العضلات. عندنا بعد أيضا عضلة الركتس أبدومينوس، هذه عضلة ستريات مخططة، وهذه طبعا الأوريجينيت مالتها حيكون من الزيفويد بروسس، وأيضا الضلع الخامس والسادس وأيضا السابع كوستال كارتج. تمام، الانسيرش مالتها حيكون بالبيوبك سنفسس وأيضا البيوبك كريست، كل عضلات الانتيرير كومبارتمنت بشكل أو بآخر الانسيرش مالتها ينتهي بالبيوبك كريست، يعني تاخذ انسيرتد بالبيوبك كريست. النيرف سبلاي مالته تي 7 الى تي 12 الفانكشن مالته فلكشن بالترانك زين وايضا كومبريشن للابدومينال كونتنت صارت واضحه بالنسبه للفانكشن زين خلينا نجي نشوف صوره عليها تعالوا وياي سلايد رقم 13 هنا مثل ما واضح قدامك هذه هي الركتس ابدومينوس اوكي عضله ستريات او ستراب لايك صار بشكل مستقيم الاوريجن مالته مثل ما اتفقنا حيبلش من الزايفويد بروسس وايضا الضلع الخامس السادس ايضا السابع اوكي ثاني تروربس اما هذا الثامن والتاسع والعاشر ثاني فولد تروربس تنزل بهالشكل هذا بالتالي يسوي لك انسيرتد وين بالبيوبك سنفسس وايضا بيوبك كريست هذا الاوريجن زايفويد هذا الانسيرشن بيوبك كريست وايضا بيوبك سنفسس تمام هذا بالنسبه للاوريجن والانسيرشن النيرف سبلاي مالته اتفقنا من تي 7 او تي 6 الى ايش؟ الى تي 12 اوكي هذا بالنسبة للإنرفيشن الفانكشن مالته كومبريشن تضغط على الأبدومينال كونتنت وأيضا فلكشن للترانك يعني تنزل الجذع مالتك بهالشكل هذا اللي جوا كأنما تدري تنثني زين اكو بعد بيها مور ديتيلز الركتس أبدومينال صراحة بس خلي نحكي حبة حبة بداية تذكرون اللينيا سيميليوناريس اللي هو هذا اللينيا سيميليوناريس نانا عندك هذه external وجواها internal no transverse abdominal ذني three anterior lateral abdominal muscle زين هنا هذه الفايبرز الألياف العضلية مالتها ultimately شو راح أدزلك راح أدزلك الأبونيوروسيس مالتها فهنا هذه العضلات زين وهنا هذه الركتس abdominal راح تكون موجودة هنا زين راح تصنع لك فيب كيرف يعني شلون بشكل
لاين زين، شبه هلالي نسميه لينيا سيميليونارس اللي هو هذا، هذا نسميه لينيا سيميليونارس احبابي اللي هو هذا طبعا زين. فبهالشكل هذا اذا هسه احنا خلصنا من اللينيا سيميليونارس، سهل كلش عرفنا اللينيا البا طبعا هياته هنا اللينيا البا زين from each side اوكي راح تتصل it will connect اللي هي الركتس ادومينوس من هنا ومن هنا زين. هاي هم فهمناها سهله. بعد شنو اللي عندك بعد فد شيء كلش مهم اللي هو التندينيوس انترسكشن، تندينيوس انترسكشن اوف ركتس ادومينوس هذا فيري امبورتنت اللي هو هذا تمام، هذا التخطيط اللي دا تشوفه عضلات السكس باك اللي هو هذا تندينيوس انترسكشن. هذا شلون صار احبابي؟ هذا صار صراحه بسبب دخول العضله الركتس ابدومينوس ده تنغرس وده تدخل بداخل الابونيوروسيس اوكي، الابونيوروسيس مال 3 لاترال ابدومينوس مصل. هسه شوي شوي راح تبدي توضح اكثر. اللي اريد اوصل لك اياه انه احنا عندنا 3 تندينيوس انترسكشن، 3 تندينيوس انترسكشن، واحد صاير below the level of xiphoid process أو أحيانا يقول يم xiphoid process بس هو بالحقيقة below the level of xiphoid process. هذا واحد زين. الثاني أو خلينا نروح للثالث يصير above the level of the umbilicus، هذه هي الأمبلايكس أو النيفل أو البوليبتم سميناها تمام. فالتندينيوس انترسكشن الثالث هذا راح يكون above the level of the umbilicus أو أحيانا يقولون يم الأمبلايكس، واحد يم الزايفويد بروسس، هاي اثنين تمام. اللي بالنص هذا راح يكون between the tendinous intersection اللي يم الزايفويد واللي يم الامبلايكس اوكي، between the tendinous intersection اللي موجود that found below the xiphoid process and the tendinous intersection above the umbilicus. شوي شوي راح يبدي يوضح اكثر. انا هسه مهمتي انه احكي لك الاوريجن والانسيرشن والفانكشن والانيرفيشن زين، وحكيت لك ايضا على اللينيا سيميليونارس لينيا البا، وحكيت لك ايضا على التندينيوس انترسكشن. بس هو صراحه بعد بي مور ديتيلز عندي بعد الاريكويت لاين اريد احكي لك عنه، وعندي بعد ركتس شيث اللي راح يغلف الركتس ابدومينوس. انا بهالطريقه هاي اكون خلصت وياك العضلات زين، كولاجين انسيرشن فانكشن والانيرفيشن. هسه خلينا نجي بدايه ل الحكي اللي موجود عندنا بداية بالملزم، انتبه عليه. طبعا هنا بهذا السلايد يحكي عن موضوعين. الموضوع الاول هو الـ innervation of the anterior abdominal wall كسكن وايضا كمصل. الموضوع الثاني دي يحكي لك على الفاشيا اللي تتغلف عضلات الـ anterior abdominal wall زين. فاول شيء the skin of the anterior abdominal wall هذا is supply راح يتغذى بالـ 6 thoracic nerve وصولا للـ first lumbar vertebrae يعني السباينال نيرف اللي راح يطلع لي من الفقرة الصدرية رقم 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 وايضا الفيرست لامبر فيرتبري اللي قلت لك هي عبارة عن الاليو هايبوغاستريك والاليو انجواينال نيرف ذن يطلع من الفيرست لامبر فيرتبري تمام زين. فذن كل هن طبعا حيكون المسؤولات عن تغذية الانتيرير ابدومينال وول سنسوري اند موتور. وانا علمتك من المرحلة الاولى قلت لك كل السباينال نيرف احنا وعدنا 31 سباينال نيرف يطلع من 33 فقره اي صحيح قلت لي ذني اول 31 سباينال نيرف هن كلهن عباره عن ايش؟ عباره عن سنسري وعباره عن موتور يعني يغذن سكن جلد ويغذن العضلات كموتور حركيات. بالتالي السكن اوف ذا انتيرير ابدومينال هذا سبلاي بال 6 ثوراسيك نيرف اوكي وايضا وصولا للفيرست لامبر فيرتبري تمام. هذا الفيرست لامبر سيجمنتال هذا اوفرلابينج اللي راح يتداخل ويا الدرماتومز يعني الجلد اوكي السكن. فبهالشكل هذا فعندك شلون دي يصير التوزيع والكونتريبيوت مالتن التي 6 هذا انرفيت ذا سكن اوف ذا ابيجاستريك ابيجاستريك ريجن تذكر اخذناها قسمنا ابدومينو انتو 9 ريجن منطقه الابيجاستريك زين. هذه راح تتغذى بالنيرف اللي هو الـ T6 اللي راح يطلع لي من الثوراسيك فيرتيبر رقم 6 تمام. ذني كلهن MCQات بالك وإياك تعبرهن أوكي. تحفظ الـ T6 هذا راح يغذي innervate الـ epigastric region very important. هذا الـ T10 هذا الـ T10 هو المايسترو هذا اللي راح يجيك من هذا MCQ مجاني من عندي إلك دا أهدي لك إياه أقول لك استغله وحفظه راح يجيك. وهذا التيتن هذا يغذي الامبلايكال ريجن تفهم علي. اما الاضون فهذا مختص بمنطقه الجروين زين.
باعتبار انه اللمبر فيرتبري الفقرة القطنية رقم واحد تطلع لي سباينال نيرف، وهذا السباينال نيرف راح ينقسم راح يصير له ديفيجن. ديفيجن شنو؟ اليو هايبوغاستريك واليو انيجواينال. زين، اليو هايبوغاستريك واليو انيجواينال نيرف ذن اثنيناتهم راح يغذن منطقة الجروين، والاليو انيجواينال نيرف هذا يدخل ويا السبرماتيك كورد اوكي من خلال الانيجواينال كانال، وهذا الاليو انيجواينال نيرف بالميل وبالفيميل يدخل من خلال الانيجواينال كانال. زين، هذه هم خليها بالك فيري امبورتنت. اذا هسه انا بس خلي اراويك شلون دا تطلع هذه النيرفات، لانه انا اريدك تفتهم هدفي بالبدايه. قلت لك انه نفتهم وايضا نقرا حتى نحصل درجات، نحصل درجات قلت لك ذني مهمات وام سي كيوات كلهن. زين، هسه خليني نفتهم، انتبه علي. هنا أنا عندك هذا هو الفيرتبرال كولومن، تمام؟ الفيرتبرال كولومن راح يطلع لك سباينال نيرف. هذا السباينال نيرف مثلا هسه احنا مثلا خلينا نفرض باللامبر، يعني بالفقرات اللامبو ساكرال بلكس اللي اخذناها باللور ديك مو هيك. فخلينا نفرض نفسنا انه هسه احنا باللامبر، شنو اللي راح يصير؟ راح يطلع عندك سباينال نيرف، وهذا السباينال عباره عن سنسوري، عباره عن ايش؟ موتور، تمام؟ زين، فاول ما يطلع، اول ما يطلع هنا طبعا راح يكون بيهايند، يعني بوستيرير لعضله نسميها السواس ميجر. تتذكروها السواس ميجر؟ السواس ميجر كان الاوريجينيت مالته اذا تتذكرونه من ال T12، زين، وايضا وصولا للالفور اوكي. فهنا بيهايند ورا السواس ميجر مصل، وانتيرير دي اللامبوريوم، this is the quadratus lamporium. quadratus لأنه شكل راح يكون بشكل مربع، زين، نسميه quadratus lamporium لأنه موجودة يم اللامبر، أوكي، يم اللامبر. فهذا spinal nerve anterior لل quadratus lamporium قدامها، زين، اللي هي هاي، و behind أو posterior للسواس major، هذه السواس، أوكي، وهذه quadratus lamporium، this is the quadratus lamporium، زين. يمشي هذا السباينال نيرف، زين، ومن بعدها طبعا راح يخترق الفيشيا اللي هي البارايتال فيشيا والفيشيا ترانسفيرساليس اللي هي راح تبطن العضلات، زين، وهذه عندي اخر عضله كنا نسميها الترانسفيرسز ابدومينس، تمام، هذه هي الانترنال اوبليك، مو صحيح، هذه ترانسفيرسز ابدومينس اللي هي هذه انترنال اوبليك ابونيوروسس او انترنال اوبليك مصل، زين، بهالشكل هذا. وعندك هنا أنا هذا هو الاكسترنال اوبليك مصل، هذه اكسترنال اوبليك مصل، زين. فشنو اللي عندي؟ اللي عندي انه هذا السباينال نيرف راح يدخل، زين، يخترق الترانسفيرسز ابدومينس، يخترق الترانسفيرسز ابدومينس، يمزقها، زين، ويدخل بين الترانسفيرسز ابدومينس وبين الانترنال اوبليك. بتفهم علي؟ شلون ما اخذنا مثلا النيرفات اللي كان عندي يخترقن الانترنال انتركوستال مصل والانر ماست انتركوستال مصل بيناتهم يدخلن، مو صحيح؟ سب كوستال جروف كان يدخلن بيناتهم، زين، نيرفات اللي كان يغذن الشيست الصدر، وبالتالي يروحن يفترن اراوند ذا كوستال كارتلج. هنا نفس الوضعيه ايضا بين اخر عضله كانت فوق انر ماست انتر كوستال مصل بالثوراكس، هنا بالابدومن نسميها ترانسفيرسس ابدومينس. وعندك هنا نسميها انترنال اوبليك فوق كان بين منه بين انر ماست وبين الانترنال انتر كوستال مصل، فهنا انترنال اوبليك مصل. المهم بتوين ذم بيناتهم راح يدخل يمشي يوصل للنص، هنا راح يمسك الانترنال اوبليك مصل يخترقها، وايضا يخترق الاكسترنال اوبليك، وبالتالي راح يطلع وين؟ بالميد لاترال سايد، يعني بنص اللاترال سايد، زين، وبالتالي ايضا ينقسم. وش راح ينطيك؟ راح ينطيك اللاترال كيوتينيوس برانش، زين، وهنا ايضا راح يعطيك الميديال كيوتينيوس برانش. تتفهم علي؟ زين، هذا بالنسبه للبرانش الاول. يمشي نبي يواصل طريقه، واذا بي يوصل لعضله الركتس ابدومينس مصل، هذه الركتس ابدومينس اللي قبل شوي اخذناها، زين، عضلة السكس باك. شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه راح يمزق عضلة الركتس ابدومينس، شوفوا هنا راح يمشي، بالتالي يمزقها يخترقها، زين، يطب بنصها، بالتالي شو ينطيها؟ يعطيها موتور انرفيشن، يغذيها كموتور بالشكل هذا. انه من بعدها من بعد ما مزقها وطاها كموتور انرفيشن، انه راح يطلع وين؟ راح يطلع للانتيريور سايد، زين.
وايضا راح يعطيك واحد ميديال كيوتانيوس برانش، زين، يروح للميد لاين، راح ينطيك اللاترال كيوتانيوس برانش، اللاترال ويا من ويا الميديا. هنا انا راح اسوي انستموسس، كانه انستموسس ويا من ويا الميديا، اللاترال ويا الميديا، زين، بهالشكل هذا. هنا انا هذا راح يروح وين؟ راح يروح للميد لاين، زين. فهذه هي شو اسمه السنسري والموتور انرفيشن اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. وهنا أنا طبعا اذا حاب تطلع هنا عندك بمصدر كريز نفس الحكي اللي انا حكيت لك اياه هسه بكل بساطه، هو ده يحكي لك اياه. هنا هذا السكن شوفه ده يحكي لك اياه نفس الكلام، لكن اهم شيء اللي ردت اوصل لك اياه واللي اريدك تحفظه، زين، هذا اللي راح يجيك بالام سي كيو وتنسال عليه، زين، انه منطقه الامبلايكس بشنو راح تتغذى. قبل مباشره تجاوبه يقول له بالتي 10، تي 10 هذا هنا نتخيل ام سي، زين، منطقة الأمبلايكس هذا مسي تي 10، أما منطقة الأبيجاستريك هذه الأبيجاستريك ريجن موجودة هنا، منطقة فوق المعدة، هذه بما تتغذى بالتي 6 اللي هو أول نيرف، أول نيرف يغذي أول منطقة قريبة عليه، زين، فبالتي 6 أوكي اللي هو أنستا، أنستا لو تشافي تشافي هرنانديز كان رقم 6، زين. بعد شنو اللي عندك؟ منطقة الهايبوغاستريك أو منطقة الجروين ريجن، زين، هذه تتغذى بالال 1، أوكي، الال 1، زين، فهذه منطقة الجروين ريجن، فبهالشكل هذا. هنا عندك هذا هو الإليو هايبوغاستريك، لاحظ وياي، هذا هو الإليو هايبوغاستريك وهذا هو الإليو إنيجواينال، الإليو إنيجواينال يدخل من خلال إنيجواينال كانيال، زين، هيك انتيرير دي السبرماتيك كورد، هذا السبرماتيك كورد وياه. هاي بالمال وبالفيميل نفس الوضعية. أما بالنسبة للإليو هايبوغاستريك فهذا وين راح ينزل؟ ينزل بهالشكل هذا. هنا أنا عندي طبعا أنا عندي صور هذا أوضح لك. هنا أنا طبعا عندك الألوان الألوان هذا سبلاي ذا سكين، التي 12 التي 11 وأيضا التي 12 والألوان ذني كلهن سبلاي ذا سكين. إحنا اللي يهمنا هو الألوان، يعني بناخذ من كل واحد من كل مجموعة، زين، ناخذ نعرف واحد، ف تي 7 إلى تي 9 then you supply the skin from the xiphoid process to just above the umbilicus اللي هي منطقة ايش؟ اللي هي منطقة الابيجاستريك، زين؟ عندك هنا تي 10 هذه supply the skin around the umbilicus. اما تي 11 تي 12 وايضا الال 1 then كلهن ناخذ من عندنا، احنا اختارنا قلت لك بس الال 1، وانما هي تي 11 والتي 12 والال 1 مثل ما واضح قدامك، تي 11 وعندك التي 12 وايضا الال 1 هذه umbilicus بالتي 10 التي 9 و8 و7 ذني كلهن وين؟ ابيجاستر هيج. فالتي 11 والتي 12 الالوان هاي سبلاي ذا سكين فروم جاست بلو ذا امبلايكس المنطقه اللي جوا الامبلايكس انكلودينج بيوبيك ريجن، زين. اديشنالي ذا اليو انجواينال نيرف هذا برانش من الالوان هذا سبلاي ذا انتيرير سيرفيس اوف سكروتوم اللي هو كيس الصفن، اليو انجواينال يدخل من خلال انجواينال كانال، زين، ويطلع من خلال سوبرفيشال انجواينال رينج، هذا يغذي الانتيريور سيرفس يعني السطح الخارجي من السكروتوم كيس الصفن، يعني تخيلوا ان هذا هو كيس الصفن، زين، فالانتيريور السطح الخارجي من كيس الصفن، وايضا هذا طبعا بالميل، زين، وعندك اللابيا ميجورا هذه تشان بالفيميل، وايضا ينطي انسند سموك كيتانيوس برانش المن للثاي اللي هو الميديال سايد شويه من الميديال سايد من هنا، هذا ايضا يغذيها منه يغذيها الاليو انجواينال، اليو انجواينال نيرف، زين، هيك، زين. هسه خليني اجي بعد وين هنا انا بعد دا يحكي لك على الفيشيا اللي تتغلف الانتيريور ابدومينال، انتبه وياي. يقول لك ذا سب كيوتانيوس تشو ار ديفايدد باي فيشيا، سب كيوتانيوس يعني معناتها اللي بعد السكن بعد الجلد يجيني اللي هو سب كيوتانيوس تحت الجلد، زين. هذه راح تتقسم الى the most superficial fascia اللي هي عبارة عن الفاتي لاير، وهذه الفاتي لاير اللي هي الطبقة الدهنية superficial fascia هذه continuous هذه مستمرة with that of the thorax، okay، يعني ويا الفاشيا superficial fascia الفاتي لاير اللي تتغلف الثوراكس and with that of the thigh، وأيضا superficial fascia الفاتي لاير مال الثاي يعني مستمرة تتغلف الثوراكس والابدومين والثاي الفخذ وتنزل لي جو، تفهم علي؟ فهذه هي السبكيوتانيوس. وعندك ايضا الديبر لاير اللي هي عباره عن الممبرينوس لاير، وهذا راح تكون ثقيل، راح تكون شويه يعني ثخينه، هسه راح نتعرف عليها واحده واحده، انتبه علي.
لو نجي أنا وياك لهذه الصورة، هذه جدا مهمة أريدك تفهمها فهم، انتبه عليها. هذه عندك هنا السوبرفيشال فاتي لاير زين، اللي هي الاسم الكلينيكال مالتها الكامبرز فيشيا. هاي السوبرفيشال فاتي لاير عبارة عن فات دهون، اوكي، above the level of the umbilicus. هذه الامبلايكس منطقة الصورة، above the level of the umbilicus راح تكون continuous with that of the thorax، يعني راح تكون مستمرة ويا الفاتي لاير اللي موجودة بالثوراكس، هي نفسها الكمبرس فيشيا تنزل تنزل على الابدومن above the level of the umbilicus، عبارة عن single layer، يعني عبارة عن individual layer، layer وحدة ايضا فاتي لاير فقط زين. هذه وين؟ هذه above the level of the umbilicus و continuous مستمرة with that of the thorax، تفهم علي؟ below the level of the umbilicus جوا الامبلايكس هنا، هذه الانديفيدوال لاير او السنجل لاير من السوبرفيشال فاتي لاير it will divide، راح تنقسم. تنقسم الى شنو دكتور؟ تنقسم الى لاير نسميها الكامبرس فيشي نفسها الفاتي لاير، ولاير ثانيه نسميها السكاربس فيشي، اوكي سكاربس فيشي هذا الاسم الكلينيكال ماتر، او نسميها الممبرينس لاير اللي باللون الازرق، هي ممبرينس لاير، تفهم علي؟ هاي وين؟ below the level of the umbilicus. نفسها هذه كامبرز فيشيا او الفاتي لاير، هذه راح تكون continuous مستمره ويا الفيشيا of the thigh، زين الفيشيا اللي موجوده بالثاي اللي بالفخذ، اوكي ايضا superficial فاتي لاير ايضا راح تكون مستمره ويا، اذا مستمره above the level of the umbilicus with that of the thorax. below the level of the thorax تنزل 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 ايضا continuous with that of the thigh. تفهم على اي هاي بالنسبه للكمبرس فيشيا زين، انتهينا من عندها. نجي هسه وين؟ نجي للممبرينس لاير. هاي وين راح تكون موجوده؟ below the level of the umbilicus. هذه من تنزل تنزل below the level of the umbilicus as far as، يعني كابعد حد راح توصل لمنطقه البرينيوم. شنو هاي البرينيوم دكتور؟ البرينيوم هي المنطقه اللي موجوده بين فتحه الشرج وبين الأعضاء التناسلية الميل آند فيميل جينيتاليا، يعني الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، أوكي، وبين الأنيوس أو الأنال كانال اللي هي فتحة المخرج. إذا البرينيوم هي المنطقة اللي بين الشرج وبين الأعضاء التناسلية ميل آند فيميل، تفهم علي؟ فهاي الممبرينوس لاير راح تنزل، هي عبارة عن لاير، يعني شلون صاير شلون الكلينسة، تفهم علي؟ فتنزل أوكي أز فار أز كأبعد حد لمنطقة البرينياتها زين. وهنا لما توصل لمنطقه البرينيوم هنا جاست ات از نيم ات ويل تشينج، يعني اسمها راح يتغير. شو يصير اسمها؟ يصير اسمها كولز فيشيا، يصير اسمها كولز فيشيا، تفهم علي؟ فبهالشكل هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للممبرينس لاير كولز فيشيا يصير اسمها زين. وتوصل ايضا تسوي اتاتشد، تسوي اتاتشد هذه الممبرينس لاير ويا من؟ ويا البيوبيك كريست، هذا البيوبيك كريست اللي موجود هنا، وايضا ويا البيوبك توبركل اللي موجود هنا زين. وبالتالي تسوي اتاتشد وتنزل لي جوا، ايضا تسوي اتاتشد. وين تسوي اتاتشد؟ بالاسكيو بيوبك ارش او الاسكيو بيوبك ريمس اللي هو هذا، لاحظ وياي هنا عندك هذه هي البيوبك سينثيسيس هياته بصفه. ايش عندك؟ عندك البيوبك كريست بصفها بيوبك توبركل، احنا ماشيين بهالطريقه هذا بهالشكل هذا، هذا هو البكتيريال لاين، مشينا بهالشكل هذا صار اسمه اليو بكتيريال لاين باعتبار انه اتحد ويا الاليوم، فصار اسمه اليو بكتيريال، يعني هو بالبيوبس فاليو بكتيريال لاين بهالشكل هذا، راح يشكل الباي لاترال وول اوف ذا بيلفيك انلت، تفهم علي؟ اما الانتيريور وول هذا راح يكون بيوبك سيرفيس، بوستيريور وول هذا راح يكون الساكرم، هذا مثل الساكرم، هذا هو البلفيك انلت، تفهم علي؟ فتنزل هاي، تنزل الممبرينوس لاير، تنزل بهالشكل هذا وتسوي اتاتشد ويا من؟ ويا البيوبك توبركل ويا البيوبك كريست اون ايتش سايد، زين. وبعدها دكتور، وبعدها طبعا راح تنزل على الاسكيو بيوبك ريمس، باعتبار انه هذا البيوبك نسميه سوبيريور ريمس اوف البيوبس، ريمس يعني فرع، سوبيريور ريمس اوف البيوبك. زين هذا هنا inferior ramus of pubic زين، هذه هي الاسكيوم، هذه الاسكيوم. فعندي اني بيوبس واسكيوم، فهذا الارش مشترك بينات الميوجوال راح نسميه البيوبك او الاسكيو بيوبك ارش، تفهم علي زين. فبهالشكل هذا تنزل النوبه،
تنزل على الاسكيو بيوبك ارش من جوا انفيريرلي وتسوي لك اتاتشد وياه من ويا البرينيال ممبرين، يعني البرينيال ممبرين، الممبرين اللي دا يغلف منطقه البرينيال اللي هي بين منه بين منطقه الشرج وبين الاعضاء التناسليه. هذه هي الاليس الانال كانال زين، وهنا طبعا عندك هذا هو اليورثرا، وهنا عندك هذا هو الفاجينا، هذا طبعا بالفيميل زين. فبهالشكل هذا فبين الشرج وبين الاعضاء التناسلي اكو عندك منطقه نسميها البرينيال اللي هي هاي. فتنزل هذه صاحبتنا، تنزل هذه صاحبتنا السكاربوس فيشيا زين، واسمها راح يتغير يصير اسمها كولز فيشيا زين، وتسوي لك اتاتشد وين بالبيوبك اسكيو بيوبك ارش او اسكيو بيوبك رينس. هذه عظمه الاسكيوم، هذه عظمه ايش، هذه عظمه البيوبس، تسوي اتاتشد بي زين. هالشكل هذا هسه احنا خلصنا من منو من الديب ممبرين سلاير، من سوت اتاتشد ويا من ويا البرينيال ممبرين زين. ايضا راح تسوي فيوج هذه الممبرين، هذا السكاربوس فيشيا حتسوي فيوج ويا من ويا الفيشيالات. هاي الفيشيالات منين جايه يا دكتور؟ تذكرون باللور ليم من كنت اقول لكم انه الفيشيالات هذه ديب فيشيا اوف ذا ثاي زين، هذه ديرايفد مشتقه من الفيشيا ترانسفيرساليس اللي هسه قبل شوي اخذناها زين. وكان عندك اول شيء اكسترنال ابدومينال ماسل، بعدين اكسترنال اوبليك ماسل، بعدين انترنال اوبليك، بعدين ترانسفيرس ابدومينس، بعدين وراها عندي ترانسفيرساليس فيشيا. هاي اللي باللون الاخضر هي الترانسفيرساليس فيشيا، تفهم علي؟ وعندك فيشيا ثانيه اللي هي تغلف الالياكس، هذه عضله الالياكس زين، فنسميها الالياكس فيشيا. فهذه الفيشيا الياكس او الياكس فيشيا ويا الفيشيا ترانسفيرسالس، هذا ذني اثنيناتين ينزل لي جوا زين، ويكون لي ايش؟ يكون ان الفيشيا لات اللي باللون الاخضر، هذه الفيشيا لات هي نفسها كونتينويشن مشتقه او استمراريه منين؟ من الفيشيا ترانسفيرسالس ومن الياكس فيشيا، تفهم علي؟ ايضا نفس اللون زين. فبهالشكل هذا، هذه هسه احنا عرفنا منين جايه الفيشيا لات زين. هنا هذه السكاربوس فيشيا زين below the level of the inguinal ligament، جوا الانجواينال ليجمنت هذا راح يسوي لك فيوج، يعني راح تتحد ويا من ويا الفيشيا لاتا، السكاربوس فيشيا تتحد فيوج ويا الفيشيا لاتا، هذا هو اللاين اوف فيوج زين. فبهالشكل هذا فبالتالي وكانما تغلقها تسدها، يعني اذا صار عندي فرضا راتشر زين تمزق باليورثرا، فهنا الفلويد وين راح تتجمع؟ تتجمع بالسبكيوتانيوس تشو زين، يعني بالسوبرفيشال فيشيا. ما هي السوبرفيشال فيشيا؟ عباره عن كامبرز وسكاربس زين، عباره عن كامبرز وسكاربس، فبالتالي راح تتجمع هنا السوائل وما راح تعبر لمنطقه الثاي. ليش دكتور؟ لانه هاي السكاربس فيشيا اللاير الثانيه زين راح تكون فيوج متحده ويا من ويا الفيشيا لا تفهم علي. فهذه از كلينيكال كورليشن زين. شنو اللي عندي بعد؟ اللي عندي بعد انه هذه الديب ممبرينس لاير قلت لك اسمها راح يتغير its name it will change الى ايش؟ الى كولز فيش. تعال وياي هسه خلي نروح انا وياك الى مصدر جرينز، اتبع علي. في البدايه هنا بدي احكي على الابدومينال وول، انه هذا يقول لك الابدومينال وول كفرز لارج اريا باوندد سوبيريورلي اوكي، من فوق راح تكون الزايفويد بروسس، ايضا كوستال مارجن posterior من وراء يحد ال vertebral column، inferior من جوا يحد ال upper part من ال pelvic bones عظام ال pelvic. هنا بدي أحكي لك على اللايرات ملاته. it is layer consists skin أول شيء superficial fascia نعرض ويا أول شيء عندك skin، بعد superficial fascia اللي عبارة عن fatty layer والclinical name مالتها camper's fascia تمام. هنا من بعدها عندنا superficial below the level of the umbilicus and the ash عند السكاربوس فيشي اللي هي الممبرينس لياته زين. بعد النوبة تجي العضلات الاكسترنال انترنال ترانزيرس، بعد النوبة عندي ترانزيرسالس فيشي والاكسترا بيريتونيال عبارة عن فات زين، وايضا البرايتال بيريتونيال التيميتلي اخر شيء نوبة ادخل للاورجن الاعضاء. فهذا هو الكونسيكونس مالتها زين. فهنا it is there consists the skin superficial fascia is a subcutaneous tissue fat والmuscles زين والاسوشيتد دي فيشيا هي اكسترا بيريتونيا والبارايتال بيريتونيا زين. النوبه بادي يحكي على السوبرفيشال فيشيا اللي هي عباره عن كامبرز والسكاربس. The superficial fascia of the abdominal wall subcutaneous tissue of the abdomen is layer of fatty connective tissue. It is usually single layer
or individual layer، عبارة عن layer واحدة. هذه وين؟ هذه above the level of the umbilicus، تمام؟ and continuous راح تكون مستمر ويا superficial fascia throughout، يعني على طول the other region of the body، يعني على كل المناطق اللي موجودة بالجسم، سواء شان فوق ويا الثوراكس زين جوا inferior ويا الثاي. لكن in lower region of the anterior abdominal part of the abdominal wall اللي هي below the level of the umbilicus. هنا it is formed two layers، طبقتين، superficial fatty layer والdeeper membranous layer راح تتكون عندي below the level of the umbilicus. زين. Superficial fatty layer هي عبارة عن cumbers fascia contains fat دهون زين and various in thickness، يعني راح تكون متنوعة بالthickness مالتها الدهون. زين. And it is continuous over the inguinal ligament with the superficial fascia. قلت لك راح تكون مستمرة ويا inguinal ligament وتسوي attached به the pubic crest وأيضا the pubic tubercle وألوغ the inguinal ligament. تفهم علي؟ ونبقى بعدها مستمرة أيضا وين؟ below the level of the umbilical وتنزل ويا الثاي، ويا الثاي. زين. وأيضا تستمر ممكن ويا البرينيوم. البرينيوم تتحد ويا البرينيوم ممبرين. زين. هي المنطقة بيتشر بعضلات العنصرية. زين. In men يعني بالرجال this superficial layer continues over the penis. نانا انتبه علي هاي مهمة راح تفيدك أيضا بالبلبس. بالرجال راح تكون superficial layer هذه continuous مستمرة فوق البينس، يعني راح تغلف البينس. أوكي. After losing its fat and fusing with the deeper layer of the superficial fascia continuous into the scrotum. انتبه علي. تعال وياي هذه الفيجر. هنا هذه هي الفاتي لاير، لاحظ هذه هي الفاتي لاير وجواها عندك هذا طبعا below the level of the umbilicus. هنا عندك هذه هي الممبرينس لاير الاسكابس، ينزل نزل اثنيناتهم هذه الفاتي لاير حتكون مستمره along the penis في داير البينس، وهذه ايضا الممبرينس لاير. After losing its fat يعني بعد ما تفقد الفات مالتها الدهون زين راح تستمر هذه الممبرينس لاير اللي باللون الازرق، لاحظ وياي هذا طبعا سكين اللي هنا زين. after losing هنا فقدت الفات مالتها هاي superficial fatty layer وبقت عندك بس الممبرينس layer اللي هي باللون الازرق. after losing its fat راح تكون continuous along the او above the scrotum. scrotum اللي هو كيس الصفر اللي بيل تستس الخصام، تمام؟ فهنا من تكون هذه الممبرينس layer مستمره ويا السكروتم زين بعد ما فقدت الفات مالتها وظلت مستمره ويا السكروتوم هنا it is name it will change راح يتحول اسمها الى ايش؟ الى دارتس فيشيا. اوكي هذه الدارتس فيشيا ايضا تحول على ايش؟ دارتس مصل. اوكي هذه الدارتس فيشيا يصير اسمها دارتس فيشيا. النوبه تمشي 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 توصل هنا لهذا الليفل تقريبا. النوبه من بعدها من بعد ما تستمر ويا البرينيوم هنا it is name it will change، وقلت لك من توصل از فار از لابعد كانما توصل للبرينيوم هنا اسمها راح يصير كولز فيشيا، نفس الممبرينس يصير اسمها كولز فيشيا. تفهم علي؟ فهنا اذا نجي انا وياك الرجال السوبرفيشال لاير هذه كونتينوس اوفر ذا بينس وبعد افتر لوزنج اتس فات بعد ما تفقد الدهون مالتها فيوزنج وذ ذا ديبر لاير اوف ذا سوبرفيشال فيشيا يعني راح تتحد ويا الديب لاير اللي هي الممبرينس لاير كونتينوس انتو ذا سكروتوم تستمر حتى على السكروتوم ايضا غطي where it form specialized facial layer continue smooth muscle هذه الفيشال layer تحوي على smooth muscle عضلات ملساء نسميها الدارتس فيشيا هذه الفيشيا اللي راح تستمر على السكروتوم نسميها دارتس فيشيا والعضلات ايضا نسميها دارتس مصل. نانا بالميل قلنا راح تفقد الفات مالتها تفقد الدهون مالتها وتتحد ويا الممبرينس ويصير اسمها دارتس فيشيا. هنا بالومن this superficial layer retains some fat تبقى حاوي على كميه من الفات من الدهون زين انس كومبوننت اوف ذا لابيا ميجورا اللي هي الشفره الخارجيه او الشفره الكبيره لابيا ميجورا عندك اللابيا مينورا ايضا فهذه اللابيا ميجورا بالفيميل زين اللي هي الشفره الكبيره زين هذه طبعا راح تحوي على كميه من الفات هي نفسها ايش؟ هي نفسها الممبرينس لاير زين فبشكل هذا اذا نجي للديب لاير فهذا this deeper membranous layer of superficial fascia هي scarpus fascia is thin and membranous and contains little or no fat يعني تحوي على كميه من الدهون او اصلا احيانا ما تحوي no fat زين inferior من جوا it continues into the thigh
but just below the inguinal ligament fuses via the deep fascia of the thigh مثل ما راويتك قبل شويه بالصوره. لاحظ وياي هنا، اذا نجي هنا below the level of the umbilicus هنا راح تتحد fuses via the deep layer of the thigh اللي هي الفاشيا لاتر. زين، فبهالشكل هذا نجي نرجع لمصدر جريز. هنا تتحد ويا الفاشيا لاتر. In the midline it is firmly attached باللينيا البا، بالنص راح تكون firmly attached باللينيا البا on the surface of the pubis وايضا pubic crest والpubic tubercle. زين، it continues into the anterior part of the perineum بالضبط مثل ما قلت لك. زين، تنزل للبريوم. It is firmly attached to the ischiopubic rami اللي هو شنو؟ اللي هو عبارة عن ischiopubic arch بين الاسكيوم وبين من هنا عندك شنو؟ بين هذا البيوبس بين هذا الاسكيوم. زين، فهنا عندك تقوس، هنا عندك أيضا هذا بيوبس وهذا شنو؟ هذا اسكيوم هيك بهالشكل هذا. وهنا طبعا بيناتهم راح يكون شنو؟ اللي هو البيوبك سيمفيسس اللي هو هذا. زين، وهنا طبعا راح تنزل عندك اللك. زين، هنا ايضا اللك، هنا ايضا اللك، فهاي المنطقه راح تنزل من هنا، تنزل بهالشكل هذا وتغلفها، تغلفها من جوا. زين، ف it is firmly attached to the linea alba and the symphysis pubis وايضا it is continuous to the anterior part. لاحظ الانتيريور بارت. زين، من البريوم where it is firmly attached to the ischiopubic rami and to the posterior margin of the perineal membrane. زين، here it is referred to the superficial perineal fascia وبالتالي راح نسميها ايش؟ نسميها Colles fascia. here it is referred to as the superficial perineal fascia. هنا هذه membranous layer زين راح نسميها نطلق عليها referred superficial perineal fascia اللي هي Colles fascia. اذا تفهم علي، فبالتالي هنا لما هذا كله سمينا along the scrotum زين سميها كل الدارتس. هنا النوب من يدخل للبرينيال anterior part من البرينيوم، هاي طبعا بالميل، واذا بالفيميل ايضا anterior part من البرينيوم راح يصير اسمها ايش؟ راح يصير اسمها Colles fascia. Colles fascia، فبهالشكل هذا. اذا هسه اذا نرجع للمزام مالتنا، لاحظ وياي هنا هسه عرفنا احنا السبكيوتينيوس تشو divided by fascia اللي هي most superficial وحدة فاتي، والثانية هاي deeper layer اللي هي membranous layer. زين، هنا أنا دايب دي أحكي لك على membranous. شوف شو يقولك، يقولك in the lower abdomen where it is attached to the iliac crest. هذا الاتصال الأول، تتصل بالiliac crest. ده يقولك يا عمي إنه الفاشية membranous layer هذه where it is attached تتصل بالiliac crest وحدة وتتصل بالفاشية لاتها، هاي اثنين. شوف الاتصالات مالتها، واحد اثنين هذه، وعندك هنا البيوبك تبركم. هاي ايش قد هذا الاتصالات مالتها، اوكي هيك هذا الكونكشن مالت الاتاتشد، فبهالشكل هذا. انه وش يقول لك؟ انه يقول لك it is continuous between the tubercle to gain attachment، يعني راح تكون متصله بالتيوبركل من هنا والتيوبركل من هنا وبين اتنشن بين البيوبك سيمفيسس والبيوبك كريست، هذا هيك هنا من هنا هيك بيوبك كريست. زين، to gain attachment inferiorly to the ischiopubic rami، اوكي حتى ترتبط inferiorly من جوا، اوكي inferiorly هيك، او نقدر نقول anteriorly anterior inferiorly من جوا. زين، بالتالي بالischiopubic rami and the posterior border of the perineal membrane مثل ما هسه وضحت لك. زين، بهالشكل هذا انتبه عليه. هسه بدنا نحكي على muscle of the anterior abdominal. هذه contains three overlapping. overlapping يعني fibers مالتها راح تكون متداخلة. زين، يعني external downward forward and medially، تمام inferior medially. أما ال internal فهذه upward صعودة and medially بهالشكل هذا transverse مستقل، فهي متداخلة. okay three overlapping flat يعني مسطحة sheet like okay إنما شلون الشيت شلون صفيحة okay like مصل on outer surface عندك external oblique بالmiddle internal oblique وأخير عضلة اللي هي inner transversus abdominis anteriorly these become aponeurotic من بعدها it will send aponeurotic okay to be get inserted aponeurosis of each side how diffuse in the midline بالتالي حتكون اللينيا ألبا okay and form the rectus sheath أيضا الرectus sheath يتكون بواسطة ثاني 3 aponeurotic بس راح نحكي عنه. زين، عندك الاكسترنال اوبليك هذه لايز سوبرفيشالي باعتبارها اول عضله and it is fibers direction of muscle fiber very important with like inferior medially downward forward and medially
It is origin interdigitate with the serratus anterior. Interdigitate يعني راح تتصابع يعني من نفس الأوريجن زين راح تتداخل ويا الأوريجن مال السيريتس انتيريور. شوف السيريتس انتيريور خذتوها بالأبر ديم، شو أنت أقول لكم حتى تعرفون الأوريجن مالتها؟ عدد الحروف مالتها 2 4 6 8، إذا 8 حروف. فالأوريجن مالتها يبلش عندك من الضلع الأول وصولا لإيش؟ الضلع 8. اوكي، فالضلع الاول ثاني ثالث رابع وصولا للضلع 8. هذا الاوريجينيت مال السيريتس انتيرير. فالسيريتس انتيرير راح تتصابع اوكي انتر ديجيتيت تتداخل ويا الاوريجين مال منو؟ مال الاكسترنال اوبتيك، باعتبار اثنيناتهم they نزلن داونورد فورورد اند ميديالي. تفهم علي الشكل هذا؟ بعد هالعضلة الداخل اللي هي انتيرنال اوبتيك هذه از ديب تو ذا اكسترنال اوبتيك اللي جوا من اتلانتس فايبرز are at right angle to it يعني على العكس من external oblique vice versa okay upward صعودا upward forward and medially transversus abdominis it is deep in the nicknias internal and external okay deep to the internal oblique and fibers and it is fibers a part of him it is lowest run horizontally بهالشكل هذا زين الثوراك بلمبر فيشيا تاخذ originate زين من الإليك كريست وتسوي انسرتد ايضا باللينيا البا زين عندك البيوبك كريست هذا فورم ذا بيز اوف تراينجولار ديفيشنسي ان ذا ابونيوروسس اوف ذا اكسترنال اوبليك وي ذا سوبرفيشال انيجواينال رينج. وانا قلت لك زين اعتقد اخذنا العضلات راويتك عضله الاكسترنال قلت لك راح تكون ديفيشنت انتيريورلي يعني بها فتحه من هنا انتيريورلي هذه الديفيشنت انتيريورلي راح تكون مخصصة للسوبرفيشال انيجواينال رينج. This is the superficial inguinal ring. Okay. وهنا عندك طبعا اللي جوا وراء الاكسترنال والانترنال والترانسفيرس والفيشي ترانسفيرس وراهن اكو ايضا اوبننج فتحة. المن للديب انيجواينال رينج. وهنا عندك هذا طبعا هو الانيجواينال كينال. هذه هي القناة. راح تكون parallel يعني موازية and above the inguinal ligament parallel and above parallel and above زين بهالشكل هذا ده تنزل descend downward and medially downward and medially زين هذا deficient حيكون يعني مفتوح بواسطة ال external oleosis تنمزج فالبيوبك كريستو هذه طبعا موجودة وين ال superficial inguinal ring راح تكون موجودة على البيوبك كريست اوكي راح تكون البيس اوف تراينجولار ديفيشنسي لاحظ وياي انه هذه الفتحه حتكون الشكل مالتها حيكون تراينجولار وشارب حاد اوكي هذه حتكون تراينجولار هيك مثلثه لاحظ وياي هذه جايه هيك جايه هيك جايه هيك فهنا هذا هو البيوبك كريست لاحظ فراح تكون هذه الاوبننج شارب حاد تراينجولار ان شيب بينما هاي الفتحه حتكون بيضاويه اوفال ان شيب اوفال ان شيب هذه الديب انجواينال رينج اوفال بينما هنا عندك السوبرفيشال حتكون تراينجولار شارب حاده زين موجوده عليا من على البيوبك كريست هياته هو البيوبك كريست انا طبعا عندك بالبدايه انت بيوبك كريست ومن بعد هنا عندك بيوبك توبركل فراح تكون تنفتح بالبيوبك كريست زين بعدها between the pubic tubercle and the anterior superior equispine, thickened lower border of the aponeurosis is known as the inguinal ligament. Okay, inguinal ligament being the anterior superior equispine, هذا innervate, هذا originate مالته, وبين the pubic tubercle, زين هذا inserted مالته, يتكون the thickened lower border of the aponeurosis, واصل external aponeurosis. It is a free lower border. is curved back on itself and give attachment laterally to the internal وايضا internal oblique والtransversus abdominis okay قلت لك انه هذه الاكسترنال ابرورسس هذه curved back or folded back on itself راح تنطوي على نفسها وبالتالي تجيب attachment يعني راح تنطي originate للtransverse والinternal abdominis على التكبير okay It is medial 2 centimeter attached to the pectineal line on the pubis. وبالتالي form راح تكون the pectineal ligament أو the pectineal ligament. هذا very important. Okay, راح يكون على the medial side. وين موجود هذا the pectineal ligament؟ هذا موجود على the pubis. Okay, موجود على the pubis. زين. فهسه خلي نجي المزرعة مالتنا. لاحظ وياي هنا.
هنا إذا تجي وياي راح تلاحظ أنه هنا عندك هذا هو، هذا هو الـ internal oblique. internal oblique وهذه transversus abdominis get to be inserted when باللينيا ألبا، صحيح؟ بالتالي الفايبر مالت ايش راح تكون؟ راح تكون الروف السقف، اوكي، transversus abdominis، وعندك ايضا ال internal abdominis. ذني الارش مالت التقوس مالت راح تتقوس وتتقوس على الانيجواينال كانال، هنا راح يكون الانيجواينال كانال، فبالتالي راح يكون الارش تقوس، بالتالي اثنيناتهم يسوون انسرتد وين؟ يسوون انسرتد ب البيوبك توبركل واللينيا البا والبيوبك كريست، يعني بهذه المنطقه. وبالتالي ايش راح يكونن؟ هنا المهم وين؟ المهم انه راح يكونن التيميتلي يثخنن ويكونن لي تندن، سميناه الكونجويد تندن، صحيح؟ هي هذا هو الكونجويد تندن. زين، هنا عندك هذا هو الانيجواينال ليجمنت، لاحظ هذا هو الانيجواينال ليجمنت، هذا ايضا الانيجواينال ليجمنت. الانيجواينال ليجمنت منين جايني؟ جايني من الاكسترنال ابوريوروسيس، صحيح؟ فولد الباك اون اتسلف، وبالتالي تكون هذا الابوريوروسيس، بالتالي جيف اتاتشمنت من الانترنال والترانسفيرسز ابدومينوس. زين، هنا نفسية الانيجواينال ليجمنت، زين، راح يلف بهالشكل هذا على اليمن على البيوبس، هذه عظمة البيوبس، هذه كلها هنا هذه بيوبس، تدفعوا علي؟ فهنا راح يلف، زين، يلف من ورا على البكتينيال لاين. انا ايش علمت؟ قلت لك هنا بيوبك سنفسس، خلي اغير اللون، هذا بيوبك سنفسس. بعد هنا وش عندك؟ هذا هو البيوبك كريست، هنا وش عندك؟ بيوبك توبركل، ديات، زين، وهنا هنا تستمر بهالشكل هذا، هذا بكتينيال لاين، لاحظ وياي؟ فنفسيته نفسيه الانيجواينال ليجمنت، زين، راح يلف بهالشكل هذا، هو يتصل من هنا بالانتيريور سوبيريك سباين بالعزيز، هذا العزيز يتصل به من هنا وينزل ينزل 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 داونورد 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 اميديالي، وبالتالي يلف على طول البكتينيال لاين، على البكتينيال لاين. زين، اول ما يلف هنا ايش راح يكون لي؟ راح يكون لي لاكينر ليجمنت اللي هو هذا، زين، لاكينر ليجمنت، لاكينر 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 يعني هلالي بشكل هلالي. زين، بعد ما يكون هذا اللاكينر ليجمنت انه يمشي على طول البكتينيال لاين، فشي يتحول اسمه يصير اسمه بكتينيال ليجمنت، بالتالي حيواصل المسير مالته ويكون لي بكتينيال ليجمنت، تمام، بكتينيال ليجمنت، وهذا كله هو البكتينيال لاين. بكتينيال لاين بعدين يصير اسمه ايش؟ يصير اسمه اليو بكتينيال، باعتبار حيكون جزء من الاليوم، جزء من عنده من الاليوم وجزء من عنده من البيوبس، فنسميه اليو بكتينيال لاين، اليو بكتينيال لاين، تمام؟ فبهالشكل هذا. هذا بالنسبه للاكينر، انا اريدك تركز لي عليهم على اللاكينر ليجمنت، هذا مهم جدا. هذا البيوبك توبركل، هذا البيوبك كريست، شوفه هذا كريست، كريست يعني بشكل هيك بشكل عرف. زين، هذا بيوبك سينفيسس، زين، بيوبك كريست، بيوبك توبركل، هذا اللاكينر ليجمنت، زين، هذا البكتينيال ليجمنت، هيك اريدك. زين، هذا شوف هنا شنو اللي عندك، عندك هذا هو السبرماتيك كورد، هذا هو السبرماتيك كورد. السبرماتيك كورد طبعا اللي هو الحبل المنوي، وين يدخل هذا؟ يدخل بالانيجواينال كانال، يدخل بالانيجواينال كانال، هو والاليو انيجواينال نيرف. سبرماتيك كورد زائد اليو انيجواينال نيرف، اليو انيجواينال نيرف يدخلون وين؟ بالانيجواينال كانال، فبالشكل هذا. زين، بعد شنو اللي عندك؟ هذه طبعا الكريماستر، كريماستر منين جاي؟ هاي كريماستر مصل، فد عضلات نازلة منين؟ الفايبر مالتها طافرة من الانترنال اوبليك، هاي الانترنال اوبليك، من تنزل تسوي انسيرت هنا راح تعطي شنو؟ راح تعطي عضلات فايبرز تلف داير مداير من داير مداير للسبرماتيك كورد. السبرماتيك كورد اللي هو اصلا موجود وين؟ موجود بالانيجواينال كانال، تمام؟ فبالتالي حتكون وحده من اللايرات. هنا طبعا اكو عندك 3 لاير تحيط بالسبرماتيك كورد، يعني 3 لاير جايتني من ال 3 ابونيوروسس، زين؟ من ال 3 ابونيوروسس، فالانترنال اوبليك وابونيوروسس، زين، والانترنال اوبليك المصل راح تدز ايضا فيشه وبالتالي تغلفه بما فيها ايضا مصل، يعني تدز كريماستر مصل وتدز كريماستر فيشه. تفهم علي؟ الانترنال اوبليك ومصل تدز مصل اسمها كريماستر مصل، والانترنال اوبليك وابونيوروسس تدز فيشي اسمها الكريماستريك فيشي. ذني غلفن ايش؟ غلفن بالسبرماتيك كورد اللي ينزل وين؟ اللي ينزل لي جوا، زين، للسكروت، سكروتوم اللي هو كيس الصف. المهم هالشكل هذا. هسه خلينا نرجع وين؟ نرجع لملازمتنا.
فبالتالي هنا هذه الترمينال اوبتيك ترانزفيرسز ابدومينس راح يتوفر لنا اتاتشمنت بواسطه ايش؟ الانجواينال ليجمنت زين. It is medial 2 سنتيمتر، قلت لك 2 سنتيمتر زين attached to the pectineal line. نفسيته هذا الانجواينال ليجمنت 2 سنتيمتر attached to the pectineal line on the pubis، بالتالي فورم يكون لي lacunar ligament، يكون ايش؟ lacunar ligament which with the inguinal ligament proper for the gutter like floor. gutter like floor يعني معناته شلون ال gutter يعني معناته قناة، اوكي canal اللي هي الانجواينال canal ليش هالشكل هذا زين of the inguinal canal. فهذه هنا form the gutter like floor اللي هي الأرضية مال الانجواينال canal. ما هي الانجواينال كينال وين موجودة؟ اوكي الانجواينال كينال صاير above زين and parallel، قلت above and parallel زين للانجواينال ليجمنت. الانجواينال ليجمنت يعني الانجواينال ليجمنت راح يشكل الفلور الأرضية مالته. هنا below the inguinal ligament the aponeurosis of external oblique هذه is continuous with fasciolata، أيضا تنزل على الفاشيولاتا of the thigh. زين هنا أيضا الشيء يذكر، خلينا نسترجع أنا وياك ذكريات اللاوردة انتبه عليها. قبل شوية احنا حكينا انه هذه inguinal ligament زين folded back give attachment للترانزفيرس internal oblique. فبالتالي هنا راح يكون اللاكيونر ليجمنت. اللاكيونر ليجمنت اذا تذكروه وياته بصفة كان عندنا femoral canal اللي بيها lymph node of cloaca. هنا ايضا عندنا femoral vein، هنا femoral artery تذكروهن. هنا هذه عندك السواس ميجر وهذه الياكس، اوكي هذه هي الياكس. بالتالي فاني inserted one be a lesser trochanter. نانا هذا هو اللاكنر اللي قمت تدعو وياي. هذه superficial inguinal ring راح تكون sharp حادة triangular موجودة على الوبك crust. هذا هو الانجواينال اللي قمت ايضا continuous يستمر. فهنا عندك ال external oblique جزء من الأداء راح ينزل ايضا ويكون fuse ويا الفيشيلات زين اللي هو نسيته هذا. هذا هو اللاكنر اللي قمت لاحظ وياي من هناك من جوا يعني inferior اللي جوا بيات. هذا هو زين. فبهالشكل نرجع هسه عشان اللي عندك the fibers of internal oblique arising from inguinal ligament arch medially over the spermatic cord من بعدها يونت ويا ال transverse abdominis بتكون لك like conjoint tendon attached to the crest on the pectineal line of the pubis. زين بعد عندك ال rectus abdominis هذه strap like muscle يعني strap يعني مخططة striated زين صاير بشكل خط هيجي مستقيم alongside of the midline okay adjacently اللينيا ألبا is enclosed in rectus sheath. rectus sheath واسطة ال abomasis okay بس أيضا راح نتعرف عليها بعد it is attached to the sheath anteriorly anterior layer by three tendinous intersection. هذه tendinous intersection راح تربط لك rectus abdominis ويا aponeurosis situated at the xiphoid process ايضا الامبليكس وايضا midway between these two points مثل ما وضحت لك قبل شوي بسلايد رقم 13. اذا نجي انا وياك هنا عندك هذا between يم الزيفويد process هذه وحده وهنا عندك يم الامبليكس وحده وهنا between these two points ايضا هذه 3 tendinous intersection احيانا 4 احيانا 4 الغالب 3. بعد شنو اللي عندك؟ the anterior layer of rectus sheath. هسه بدنا نحكي على rectus sheath. تعالوا وياي هذا الفيجر شوف rectus sheath شلون يتكون. هو عباره عن fibrous sheath that is formed mainly by the aponeurosis of the three lateral abdominal muscles. اللي راح يكون موجود enclosed the rectus abdominis يعني راح يتضمن بداخله rectus abdominis وايضا pyramidalis muscle هذه if present زين جزء من البشر ما موجود عندهم هذه العضله دالس مصر زين ما مذكورة هسه راح نجي نشوف بيها الصور. contains شنو المحتويات مال الركتس شي فيني very very important كلش مهمات anterior rami of lower sixth thoracic nerve نفسية هنا من T6 إلى T12 ذني موجودات ضمن الركتس sheath superior والinferior epigastric artery vein زين وهذا superior epigastric artery هذا branch من internal thoracic artery اللي هو branch من subclavian artery إذا تذكروا تمام. الانفيرير ابيجاستريك ارتري فين ذني جايات برانشات من الالياك ارتري اكسترنال الالياك ارتري اكسترنال الالياك فين ينضم الانفيرير ابيجاستريك فيسلس وايضا اللام فيسلس ذني كلهن موجودات ضمن الركتس شيث محتويات فيري امبورتنت
ممكن يجي شو اسمه كام سي كيو، ممكن يجي كنيوميريت تعداد والى اخره. انتبه علي، هنا بدي نحكي على الركتر شيث. الشيث يعني غمد، اوكي، يعني غمد شلون المحفظه دي يحفظ الركتس مصر زين، والستراكشرز اللي عددناها قبل شويه. فراح نتكلم عن اللايرات مال الركتس شيث تبعا للليفل مالتها. شوف الركتس مصر، هذه عضله الركتس مصر اللي هي ستريت، هذه كل مدى تنزل اكثر، كل مدى تنزل اكثر، كل مدى تمزق الابونيوروسز وتصير وراها. هسه راح اوضح لك شلون. شوف الليفلات مالتها، الليفل اللايرز اكوردنج تو ذا ليفل، تبعا للليفل مالتها. انتبه علي، بالبدايه شنو اللي عندك؟ عندك above the costal margin، هذه هي الكوستال مارجن، وهذا هو التندينيوس انترسكشن الاول زين، اللي قاعد يربط لك شنو؟ يربط لك الابونيوروسز ويا من؟ ويا الركتس ابدومينوس زين. هذا الليفل الاول، اوكي. بعد هالنوبه عندك between the costal margin، هسه هذه above the costal margin، above the costal margin، هاي costal margin above زين. بعدها عندك between the costal margin and anterior superior iliac spine، يعني العزيز، هذا الليفل مال العزيز زين. فبين الكوستال مارجن والعزيز، والنوبه عندنا، النوبه عندنا بين العزيز، بين الانتيرير سوبيريور سباين، وبين البيوبك، بين البيوبك. هذني اللايرات مال الركتس شيث. على هذا الاساس راح نقسمها، اذا تفتهم علي. اذا اللايرز مال الركتس شيث راح تكون اول شيء above the costal margin، وعندك between the costal margin وبتوين العزيز، وعندك between العزيز وبتوين البيوبك، اوكي. بهالشكل هذا. فبداية شنو اللي عندك؟ عندك هذه هي الركتس ابدومينس، هذه هي الركتس ابدومينس مصل زين. شنو اللي دي يغلفها؟ هذه طبعا above the costal margin، يعني هنا دي نحكي، دي نحكي على السكس باك اللي هنا موجودة زين، هذا التندينس انترسكشن الاول. شنو اللي عندك؟ عندك هاي الركتس مصل تتغلف anteriorly بالابونيوروسز مال الاكسترنال ومال الانترنال. هذه الابونيوروسز مال الاكسترنال اوبليك، وهذه الابونيوروسز مال الانترنال اوبليك، وهذه هي الركتس ابدومينس زين. ده تفتهم علي؟ يعني هنا الركتس شيث ابوف ذا اريكويت لاين. لاحظ وياي، هنا عندك هذه هي الركتس ابدومينس، وراح تجي الاكسترنال اوبليك، وراح تجي الانترنال اوبليك. هسه هاي ما نحكي احنا على الليفل مال الكوستال، هذا غير ليفل، بس قاعد اقول لك انه هنا راح تجي هاي العضلتين، هاي الاكسترنال وهاي الانترنال زين. اثنيناتهم راح يطلع ابونيوروسس، راح تكون انتيرير انمن انتيرير ريكتس ابدومينس، وتسوي انسيرتد وين؟ باللينيا البا. تفتهم علي؟ هاي ابوف ذا كوستال مارجن زين. between the costal margin شنو اللي راح يصير؟ يعني بين الكوستال مارجن، بين الاضلاع زين، وبين العزيز، بين الاضلاع وبين العزيز زين. شنو اللي عندك؟ هنا انا علمتك انه هاي الركتس ابدومينس مصل، كل مدى ننزل لي جوا، كل ما تحاول ان تمزق هاي الابونيوروسس وتصير وراها. تفهم علي؟ احنا هسه اذا نزلنا بين الكوستال مارجن وبين العزيز، صحيح؟ شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه الاكسترنال اوبليكوي مصل راح تدز ابونيوروسس، تكون انتيرير المن انتيرير ريكتس ابدومينس. الانترنال اوبليك هنا ات ويل سبلت، سبلت يعني راح تنفصل، سبلت الى انتيرير لامينا وبوستيرير لامينا، لامينا يعني صفيحه، فهذه الانتيرير لامينا سبلت انتو انتيرير لامينا، وهاي البوستيرير لامينا. لاحظ بين الكوستال مارجن وبين العزيز، تمام؟ فالاكسترنال انتيريرلي والانترنال سبلت، يعني هاي الركتس نزلنا لي جوا زين، مزقت الابونيوروسس وتريد تصير وراها، فبالتالي مزقت الانترنال اوبليكوي ابونيوروسس، وبالتالي شنو صارت قسمتها الى انتيرير لامينا وبوستيرير لامينا بهالشكل هذا. ومن بعد ultimately راح ايضا تسوي انسرتد، وين تسوي انسرتد؟ باللينيا البا زين. posteriorly يعني ورا الركتس ابدومينس، شنو اللي عندي؟ راح تكون موجوده عندي الانتر البوستيريور لامينا مال الانترنال اوبليكوي ابونيوروسس، وايضا الترانسفيرسس ابدومينس، هذه الترانسفيرس، هذه الفيشيا ترانسفيرسالس زين. فبالتالي بهالشكل هذا
يعني هاي الركتس ابدومينوس ما ترتاح الا تنام بالاخير، بالاخير لما توصل للليفل الاخير بين العزيز وبين البيوبس الا تنام على الفيشيا ترانسفيرسالس وتخلي ذني الليرات كلهن قدامها، كلهن ذني الابوليوروس قدامها يكون، اتفهم علي؟ بهالشكل هذا زين. فهنا راح يكون الاكسترنال والانتيريور لامينا مال الانترنال اوبليك ابوليوروس كلهن ذني انتيريور ركتس زين، وعندك البوستيريور لامينا مال الانترنال اوبليك والترانسفيرسز مسل اللي راح يكون بوستيريور عليها زين. النوبه نزلنا، لاحظ وياي احنا حاليا وين ننزل؟ ننزل بين العزيز وبين البيوبس. شنو اللي عندك؟ اللي عندك انه كل الابوليوروسز راح تكون انتيريور للمه انتيريور للركتس ابدومينوس، كانما ده تمزقها مزق زين. فبهالشكل هذا فاصبحت الاكسترنال اوبليك ابوليوروسز انترنال اوبليك ترانسفيرس ابدومينوس كلها انتيريور المن للركتس ابدومينوس، فقط الترانسفيرسالس فيش راح تكون بوستيريور زين، من بعد الترانسفيرس اكسترا بيريتون، من بعدها نو بارايتال بيريتون. لاحظوا وياي؟ فبهالشكل هذا زين. هسه اذا نجي انا وياك راح يقودنا هذا الشيء الى مصطلح. اذا هسه انت عرفت شنو يعني الركتس شيث، اوكي؟ اعتقد انه فهمت صار واضح، وبعد ما تنسى الركتس شيث راح يتكون بواسطة ايش؟ بواسطة الثري ابونيوروسز، الثري ابونيوروسز. هنا الستركشرز اللي قبل شوية حكينا عنهن اللي هن الابيجاستريك سوبيريور ان انفيريور ابيجاستريك، وايضا انتيريور ريماي اوف ذا لور سيك ثوراسيك نير واللم فيزلز زين، ذني كلهن راح وين راح يكون موجودات؟ راح يكون موجودات بين هذني الابونيوروسز، يعني هنا زين، يعني هنا لاحظ لاحظ. فهذا هو الركتس شيث اللي دا يحوي على اليمن او اللي انكلوز دا يغلف زين هذني الستراكشرز زين. فهنا هذه بهالشكل هذا، شوف لاحظوا هاي السبيه والانفيرا بيجاستري كلهم راح يكونوا موجودات بهالشكل هذا. تعال وياي هنا هسه انا داباو حاليا من ظهرك، يعني قاسم الابدومن وداباو حاليا من ظهرك لقدام لقدام داباو زين. شوف هنا هذه ال inferior epigastric artery vein طالعات من الاكسترنال اليك artery and vein، وراح يمزقن، شوف راح يمزقن ايش؟ يمزقن الابونيوروسز ويدخلن ورا الابونيوروسز، ورا الابونيوروسز ويصعدن يصعدن يسوون انستموسز ويا superior epigastric artery and vein. فهذه هي الابونيوروسز اللي انكلوزد تغلف الركتس ابيوس، هذه هي الركتس زين. بعد عندنا مصطلح الاريكويت لاين، شنو هذا الاريكويت لاين دكتور؟ اخر شيء اخر شيء لما الركتس ابدومينس اللي هي هاي زين تكون باتاتشد باتصال ويا من؟ باتصال ويا الترانسفيرسالس فيشيا. يعني انا قلت لك انه كل ما هذه الركتس ابدومينس ننزل اكثر كل ما تمزق الابونيوروسز وتصير وراها. اذا اخر شيء اخر شيء اخر المطاف لما هذه الركتس ابدومينس صارت بوستيريور لكل الابونيوروسز زين، هنا راح يتكون عندك الاركويت لاين اللي هو هذا، هذا هو الاركويت لاين اللي تفتهم عليه، يعني مزقتهن مزقتهن زين وطبت لي جوا، فبالتالي صار عندي لاين هيك اركويت، اركويت يعني كيرف مائل هيك، هذا هو الاركويت لاين. بواسطه ايش نصنع؟ نقول لك صنع بواسطه الركتس ابدومينس زين، وين بنتريت لما اخترقت ال 3 ابوليوروسس، اوكي؟ and become behind it، يعني اصبحت وراهن كلهن زين، يتكون عندك الاركويت لاين. فهنا لاحظوا وياي هذا الركتس شيث above the اركويت لاين، شوف فوق الاركويت لاين، فوق الاركويت لاين شنو اللي عندك؟ عندك الاكسترنال اوبليك ومصل زين، هذا الاكسترنال اوبليك وابوليوروسس مالتها ايضا، وهذه الانتيريور لامينا مال الانترنال اوبليك زين، هذه ابوف فوق الاركويت لاين زين، وهنا عندك هذه بوستيريور لامينا مال الانترنال اوبليك، وهذه الترانسفيرسز ابدومينس. شوفها هنا الركتس شيث بلو جو الاركويت لاين، جو الاركويت لاين شو وقت شو وقت تتكون اركويت لاين؟ لما هاي الركتس ابدومينس زين مزقت الثري ابونيوروسز وصارت وراها، لاحظوا وياي؟ فهنا ايش راح يتكون عندك؟ الاركويت لاين هياته زين، راح يتكون عندك حز، كانما حز نسميه اركويت لاين زين. بهالشكل هذا نانا ثانك يو تنتهي هاي المنزله، خلينا نرجع لمنزلتنا حكينا وايد عن اركويت لاين.
فهنا عندك the anterior layer of the rectus sheath is formed راح تتكون of the fuse واصلة الاندماج مال الابونيوروسز of the external and internal oblique while posterior layer يعني من ورا من ورا الريكتس ابدومينس راح تكون عندك الفيوز الارتباط مال الانترنال اوبليك ويا الترانسفيرسز ابدومينس. So the lower quarter of the sheath posterior layer is deficient. Deficient لانه الريكتس ابدومينس عافت هذني الابونيوروسز اوكي ريفيلينج ات از لاور كروسانتيك. لاحظوا وياي كروسانتيك يعني شارب يعني حاده زين بحيث اصبحت الريكتس ابدومينس ورا الليارات الثلاثه ورا الابونيوروسز الثلاثه اوكي واصبحت اتاتشد باتصال بوستيريرلي فقط ويا الترانسفيرسالس فيشيا وهالطريقه هذا راح يتكون عندي الكروسانتيك بوردر اللي هو الاركويت لاين يعني فتحات حاده. Here the aponeurosis of all three flat muscle pass into anterior layer. شوف أصبحت anterior layer كلهن ثلاثة. All aponeurosis of three flat muscle pass into anterior layer. وين هاي؟ لما نوصل للأركويت لاين. لما نوصل للأركويت لاين all the three flat muscle هذي pass into anterior layer. تفهم علي؟ So the rectus sheath contains الركتس مصل. شوف المحتويات مالته الركتس مصل يحتوي هذا الركتس شيء very important مهم جدا very important جدا مهم وان سكيو المحتويات مال الركتس شيث تفتهم عليا يا اما ام سكيو all the following statements are considered the contents of the ركتس شيث except كل هذني من ضمن المحتويات except يجيب لك واحده غلط فمنو هي لازم تكون حافظها او enumerate عدد زين اسي بهالشكل هذا. فعندك الركتس شيث كونتينز اول شيء الركتس مصل باعتبارها هي العضله اللي على اساسها تكون هذا الشيث اصلا زين والسوبيريور والانفيريور ابيجاستريك فيزلز هذا مهم جدا والانتيرير برايمري ماي اوف تي 7 تو تي 12 زين الفانكشن مال هذه العضلات في فور مصل اوف ذا انتيرير ابدومينال وي يوجوالي اكت توجذر اند بروفايد فلكسيبل سترونج expandable support of and protection for the abdominal contents. أيضا contraction للمصل move the trunk compresses للفيزر تضغط على الأحشاء assist تساعد بالexpiration يعني بالتنفس زين الشهيق والزفير by depending the lower ribs and increase the intra abdominal pressure زين زيد ال intra abdominal pressure بالتالي تساعد بالexpiration Spiration juice assisting evacuation, defecation, أيضا تغوط وأيضا micturition. Micturition يعني معناته تبول. فبالتالي في حالة defecation أو micturition زين هنا أنت راح تضغط زين راح تضغط على الابدومينال كونتنت زين فبهالشكل هذا وبالتالي تزيد الانترا ابدومينال بريشر حتى تدفع الفيسز أوكي اللي هو التغوط زين تدفع الفيسز أو اليورين. اليورين في حالة micturition. زين والفيسز في حالة defecation and childbirth وأيضا في حالة الولادة زين في حالة الولادة تبقى الماتيرنال يعني الوالدة تضغط على الابدومينال كونتنت تضغط وتزيد الانترا ابدومينال بريشر بالتالي حتى تدفع ايش؟ تدفع هذا الفيتوس زين أيضا الركتس ابدومينس هذه is strongest flexor of the trunk زين فبهالشكل blood supply consists of superior and inferior epigastric هذني أيضا كنت blood supply ذني عضلات ال intercostal and subcostal arteries and branches of the femoral artery والvenous drainage هو follows the arterial supply يعني نفسه بالضبط عينه زين وهذه الصورة كلها وضحناها هذه الصورة أيضا كلها وضحناها أعتقد صارت واضحة هنا نحن يعني عندنا مباوع من وراء زين posteriorly فتلاحظ هنا ال femoral artery femoral vein زين فبالتالي يعني من دخله هنا بيهايند ورا الانجوان الرقم تحول اسم هنا عندك قبل لا يدخل اسم الاكسترن راح يطن راح يطن انفيرا ابيجاستريك ارتر فين وبهالشكل هذا هنا عندك الانواع مال الانسجن اللي راح اسويها فعندك مثلا الابدومينال انسجن ابر ميد لاين اللي هي هذه ابر ميد لاين رايت بارا ميديان ذي يكون شرحت لك اياها ترانسفيرس مستعرض وعندك النفراكتومي النفراكتومي اللي هي استئصال الكليه نفراكتوم استئصال الكلية زين وعندك النوبة سابكوستال كوليسيسكتومي كوليسيسكتومي يعني معناته استئصال المرارة okay. استئصال المرارة اللي هي هذه زين الجول بلادر جول بلادر ريموفل باي سيرجري
زين. عندك ايضا الابندكتومي، الابندكتومي اللي هي استئصال ابندكس زائد الدوديه، نسميها ابندكتومي. ليفت اليك ايضا، ليفت اليك هذه ماست كمان. وايضا اللابروسكوبيك بورت، بورت يعني شق، بورت يعني شق بالشكل هذا، كيف يعني شلون تفتح فتحه وتطب لي جوا. زين، وهذه علمتك اللابروسكوبيك، هذه تعتبر المودرن، طريقة حديثة حاليا اللي يستخدموها، انه ندخل كاثتر فيها كاميرا، وايضا ميجرمنت اوف بريشر يعني يقيس الضغط، وكل هذه الامور. زين، فبهالشكل هذا. اما محاضرة الانجوانال كنال فهذه مشروع ان شاء الله تلقوها، لانها تنتهي محاضرتنا. If you have any question you can ask me down the stool. اشوفكم يا رب بألف خير وفي امان.